للوقوف أكثر على تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وفرض أمريكا عقوبات جديدة على بعض الشخصيات السياسية، ينضم إلينا عبر الإنترنت من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أهلا بك سيد علي. يعني السعودية تطرد السفير اللبناني وتستدعي سفيرها من بيروت، متهمة حزب الله بمصادرة القرار وجعل لبنان ساحة لمشاريع إرهابية. ماذا بعد ذلك باعتقادك؟ هل هناك دول عربية مثلا وغير عربية قد تحذو حذو الرياض بمثل هذا الموقف؟ في الحقيقة يبدو أن الكيل قد طفح مع السعودية نتيجة مكابرة أو يعني إهمال أو عجز، سميه ما شئت، الطبقة السياسية الرسمية المحكومة من حزب الله عن مجاراة السعودية في عملية إحداث نوع من التغيير وضبط للإيقاع السياسي اللبناني بما لا يضر لا بسياسات الدول العربية ولا أيضا بالأمن القومي العربي، خصوصا بموقف حزب الله الداعم مثلا للحوثيين. السعودية ضاقت ذرعا في ذلك، سبق هذا الأمر، هي النقطة التي ملأت الكأس، التي أفاضت الكأس. يعني القصة ليست قصة تصريح وزير الإعلام، إنما تصريح وزير الإعلام كان هو النقطة التي أفاضت الكأس وأخرجت السعودية في كل هذا الحجم من الغضب الكبير نتيجة الكلام الذي لا وزن ولا قيمة سياسية له، الذي يلوكه أساسا في لبنان ومنهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأيضا رئيس الجمهورية. أغلب الظن بأن هناك ما أقدمت عليه السعودية، نعلم جميعا بأن السعودية هي قاطرة كبيرة في الواقع العربي وخصوصا في مجلس التعاون الخليجي. يرجح بأن ما أقدمت عليه السعودية لجهة استدعاء السفير وطرد السفير اللبناني يرجح، وهناك تسريبات كثيرة تقول وتتحدث عن أن بعض دول الخليج هي في صدد إجراءات مماثلة، وأن مسألة القطع العلاقات الدبلوماسية إذا صح التعبير هي رأس جبل الجليد الذي يخفي خلفه الكثير من الإجراءات الهادفة للضغط على الطبقة والمنظومة، منظومة النترانيوم والكابتاغون التي يديرها ويشرف عليها مع الأسف الشديد حزب الله الذي كان حركة مقاومة وتحول إلى جندي في الأجندة الإيرانية. سيد علي، السعودية قررت أيضا وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة مع الأزمة التي تعصف بلبنان، كيف تتخيل الوضع بعد مثل هذا القرار؟ هناك أيضا قرار آخر لم يصدر بشكل رسمي، إنما صدر على شكل تسريبات عن لبنانيين موجودين في السعودية أو عن مصدر سعودي، شيء من هذا القبيل، يتحدث على إيقاف التحويلات المالية إلى لبنان ومن لبنان إلى السعودية. طبعا اللبنانيين لا يحولون أموالا إلى السعودية، إنما أعتقد بأن السعودية هي في سياق ممارسة القوى الناعمة بتصعيد الضغط الاقتصادي بهدف لي عنق بعض السياسات التي لا تناسبها في لبنان. لكن دعني أقول كلاما آخر، أن سحب السفير السعودي من لبنان يعني عمليا خروج السعودية من لبنان، يعني خروج العرب الضامنين للواقع اللبناني، يعني نهاية حقبة اتفاق الطائف. نحن نقول اليوم بأن لبنان لعله دخل عصر الأيرنة، أيرنة لبنان هي التي تفرض نفسها في الواقع اللبناني، وهذا الأمر هو ما يغضب السعوديين، خصوصا وأن من تتكل عليهم السعودية في لبنان من قوى الآن تسميها وطنية وسيادية وإلى آخره ليسوا بمستوى ولا يمتلكون القدرة والقوة على المواجهة المتناسبة لقوة حزب الله. إلى سؤال جديد الآن سيد علي، يعني هناك عقوبات أمريكية على نواب لبنانيين بشبهة الفساد، باعتقادك مثلا إلى أي مدى ستؤثر هذه العقوبات على ميليشيا حزب الله، خاصة إذا ما كان مثل هؤلاء النواب حديقة خلفية ينتفع من وراءها الحزب؟ العقوبات فرضت على 3 شخصيات، رجلي أعمال، واحد اسمه جهاد العرب وهو الذراع الاقتصادي والمقاولات لسعد الحريري، والآخر داني خوري وهو أيضا
الزراعة، المقاولات لجبران باسيل وميشيل عون في دوائر الدولة، هم من يأخذ غالبية التعهدات والصفقات في الدولة اللبنانية. الشخص الثالث هو جميل السيد، وهو رجل دولة، وهو برأته المحكمة الدولية بموضوع، أنا دعني أقول أمرا فيما يتعلق بجميل السيد الذي عقد اليوم مؤتمر صحفي وقال بأن العقوبات فرضت عليه على عجل. علينا أن نعرف بأن العقوبات تزامنت مع سيد علي، إكمالا لما تفضلت به في إجابتك على السؤال الماضي، ها هي البحرين أيضا تطلب من سفيرها أو تعلن من سفير لبنان مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، كما يعني ذكرت يعني أو كما نرى واضح بالعاجل على شاشة الرافدين. يعني الآن إذا بدنا واضح أو إذا أردنا أن نتحدث عن تبرير العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على تجفيف منابع الفساد في لبنان، كيف ترى استجابة البنك المركزي اللبناني لهذه العقوبات، وهل تمارس عليه ضغوط من أجل وقف تنفيذها؟ المؤتمر الصحفي لجميل السيد اليوم قدم إجابات منطقية وقانونية إذا صح التعبير، وهذا رجل منهجي، هو كان مدير المخابرات والأمن ويدير البلد، وبالتالي أخطأه بالمعنى العملي للكلمة قليلة. لكن دعني أقول بأن العقوبات تزامنت مع محاولة إعادة سمير جعجع إلى التحقيق في مخابرات الجيش. الذي أدخل جعجع إلى السجن بالتسعينات هو جميل السيد، وبالتالي بالأمس ارتسم هذا المشهد في أذهان أنصار جعجع من القوات اللبنانية. أنا أعتقد بأن العقوبات على جميل السيد هي لمحاولة رفع معنويات جمهور القوات اللبنانية بأن الذي تخافون منه ها نحن نفرض عليه العقوبات. أنا أعتقد لا أكثر ولا أقل، وأعتقد بأن ملف أعتقد بأن ملف جميل السيد المالي هو ملف نظيف، سيما وأن الرجل مكشوفة حساباته لأنه أمضى سنوات في السجن وكان متابع من قبل الخزانة الأمريكية ومن لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال الحريري، بخلاف رجلي الأعمال التابعين لجبران باسيل وسعد الحريري وضحت اللذين هذه الفكرة. أصدرا بيانات يعني فارغة من أي مضمون نعم، حقيقي. طيب إلى أي مدى ترى أن تشكيل الحكومة اللبنانية سيسهم فعليا في مكافحة الفساد؟ هل هذا قابل للتحقق على أرض الواقع في بلد كلبنان؟ كلا كلا، والحكومة اللبنانية وكأنها الآن تلفظ أنفاسها، ولا في هذه اللحظات هناك مداولات تجري بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والذي يبدو بأنه اتصل بوزير الإعلام جورج قرداحي وطالب منه التصرف بما تمليه عليه المسؤولية الوطنية، بمعنى آخر أن يستقيل. لكن يبدو أن المؤشرات الواردة من السعودية تقول بأن لم تعد حتى استقالة وزير الإعلام اللبناني تفيد. اللبنان محكوم بنسق سيدي الكريم، النسق يسيطر عليه حزب الله، ما لم يتم إحداث تغيير بنيوي وجوهري في نسق توازن القوى الحاكمة في البلد فعبثا يحاول البناؤون. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لك.